بالإملاء كيف عملت؟ عملت كتير منيح وأخذت 9/10، بس رفقتي زينب أخذت 10/10. سبقتك زينب، كل مرة أصلا زينب بتسبق، كتير شاطرة هالزينب. ماما؟ إيه؟ نعم. قالوا لي إنه جبتي لي شيء. مين قال لك إنه جبنا لك شيء؟ مين؟ مين هو اللي قال لك إنه جبنا لك شيء؟ هو؟ هو خبرك؟ فوتي قيسي لهيدا الشيء، أنا كنت مخبيت لك إياه مفاجأة ليوم العاشر، فوتي فرجيني إذا ظابط عليكي أو لا، يلا بسرعة ناطرينك. بتعرفي كمان إنه زينب مش هيديك المرة مات بيا؟ إيه؟ هيدي المرة كمان ماتت أمها. صارت لأم ولبي؟ حرام يا ماما، وشو عم تجي على المدرسة؟ إجت رجعت؟ إيه. كيف عم تقلي أخت 10/10 كمان بالإملاء؟ ماما زينب كتير قوية ما بدها مساعدة. ما شاء الله يا ماما، بتعرف يا ماما هاي اسمها زينب على اسم السيدة زينب. مثل السيدة زينب. ماما هي القصة. يا عيني يا عيني يا عيني. شو هاي زينب الصغيرة؟ هاي زينب الصغيرة كمان. بتعرف يا ماما إنه السيدة زينب كمان كانت تلبس هيك عباية؟ كنت بدك تلبسيها مثلها؟ إيه عشان تحبيها للسيدة زينب؟ قصر لك إياها بكرة شوي. نبلش مجلسنا الليلة نفتتح بآيات من القرآن الكريم مع صديقنا حيدر، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كلنا منعرف سيدة زينب عليها السلام ودور البطولة بكربلاء. سيدة زينب كان في واحد من الألقاب الكتير مشهورة عنا، هو أم المصائب، وهيدا اللقب ما إجا هيك، إجا لأنه السيدة زينب عليها السلام اجتمعت حواليها مصائب عديدة كتير لحتى سميت ولقبت بهيدا اللقب. هاي المصائب وهاي الهموم شافتها السيدة زينب من هي وصغيرة، ولكن كان أعظمها بكربلاء. تسألوني كيف من هي وصغيرة كانت عم بتشوف المصائب؟ السيدة زينب كانت وقت لتوفى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن بعد هيك استشهدت إما السيدة الزهراء عليها السلام، وأيضا شافت كيف استشهد أمير المؤمنين عليه السلام. بعد هيك الإمام الحسن خيّل كبير كمان، وشافت أيضا كيف استشهد بالسم. لما خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة كانت ضمن أهل البيت وضمن النساء يلي خرجوا، ولكن كل واحدة من النساء كانت على جمل من الجمال بهاي القافلة الكبيرة يلي كانت للإمام الحسين عليه السلام. إنما السيدة زينب انتظرت، لأنه مثل ما قلنا بالسابق إنه كفيلة هو أبو الفضل العباس عليه السلام، هو يلي خرج ورفعها لحتى لي تقعد على الجمل يلي إلها، غطى هيدا الهودج لحتى لي ما حدا يشوفها. وهيك كان معود أبو الفضل العباس يعمل مع أخته السيدة زينب مثل ما علمه بيو أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه السيدة زينب لما كانت تخرج من البيت كان يظهر قدامها أمير المؤمنين عليه السلام، وعن يمين الحسن وعن يسار الحسين بيحرسوها وبيحموها ولحتى العالم ما تشوف السيدة زينب. هاي السيدة زينب بجلالتها وبعظمتها كان يجي لعندها خي الإمام الحسين عليه السلام ويطلب منها أنه تدعي له. تصوروا قد ايه الإمام المعصوم عم يطلب من السيدة زينب أن هي تدعي له. هاي لحتى يبين لنا الإمام الحسين عليه السلام عظمة السيدة زينب وجلالها وقدرها. وبكربلاء لما وصلوا ونصبوا الخيام كان في خيمة خاصة للسيدة زينب عليها السلام والأطفال والنساء. لما إجا حبيب بن مظاهر وبعض الأصحاب باليوم السابع على كربلاء
بعثت لهم السيدة زينب سلام. حبيب بن مظاهر صار يبكي وقعد على الأرض وعم بيقول لأصحابه: من أنا لتسلم علي زينب؟ لأنه حبيب بن مظاهر عارف قديش جلالة وعظمة السيدة زينب عليها السلام. أيضا بليلة العاشر كان حبيب بن مظاهر واقف عم بيبكي، فإجا لعنده الإمام الحسين عليه السلام وسأله: ليش عم بيبكي؟ قال له الإمام الحسين: هل أنت عم تبكي لأنه خايفان من المعركة بكرة؟ قال له حبيب بن مظاهر: لا يا إمام، أنا عم ببكي لحال السيدة اللي قاعدة عم تبكي بالخيمة، يعني بيقصد السيدة زينب عليها السلام. السيدة زينب كان حواليها بليلة العاشر خي الإمام الحسين عليه السلام وخي أبو الفضل العباس كفيلة، وأيضا القاسم وعلي الأكبر والطفل الرضيع وكل الأصحاب وأهل البيت. ولكن بتاني يوم بيوم العاشر السيدة زينب كانت عم بتشوف كل واحد فيهن عم بيظهر على هاي المعركة وعم بيدافع عن دين الإسلام وعم بيستشهد في سبيل الله. هاي المصائب كلها كانت عم بتشوفها السيدة زينب، عم بتشوف علي الأكبر عم بيودعها وعم بيودع أهله وعم بيودع بيه الإمام الحسين عليه السلام ويظهر على المعركة، ترجع بتشوف القاسم ابن خي الإمام الحسن كمان عم بيودعها وعم بيودع أمه الرباب وعم بياخد السيف وينزل على المعركة. وكان كتير قاسي على قلب السيدة زينب تشوف خي أبو الفضل العباس عليه السلام عم بيودعها، عم بيفوت لعندها على الخيمة ويسألها إذا بعد بدها شي منه. السيدة زينب وقفت عم تطلع بخي قمر العشيرة هو عم بيودعها وحزين كتير وقلبها بعده عم بيجتمع عليه المصائب الكبيرة والعظيمة، وكل ما يستشهد حدا من أهل البيت أو الأصحاب السيدة زينب عم تتذكر كل هاي المصايب وعم تشكيها لأهلها، عم تشكي هاي المصايب للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، عم تشكي هاي المصايب للإمام علي عليه السلام، للسيدة الزهراء ولخي الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسين لما ما بقي معه حدا إجا ليودع أخته السيدة زينب، أخبرته أنه هاي اللحظة حكيتها عنا أما السيدة الزهراء عليها السلام وقالت له أنه الإمام الحسين رح يكون وحيد بكربلاء، فودعيه واحضنيه كأنه أنت أمه واعطفي عليه. فالإمام الحسين عليه السلام من بعد ما كانت عم تبكي السيدة زينب هدأها وطلب منها أنه من بعد ما يستشهد ما تكون عم تبكي، تكون عم تحضن هول الأطفال وعم تحميهن. ولما السيدة زينب عرفت أنه الإمام الحسين عليه السلام استشهد ركضت لعنده بساحة المعركة، قربت لعنده، رفعت جسمه الشريف وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. السيدة زينب بعد كل هاي المصايب اعتبرت أنه كل اللي عم بيصير عليها هو قربة لله تعالى. هيك نحن بنتعلم من السيدة زينب الصبر رغم كل المحن ورغم كل الظروف. أي مصيبة بتصير علينا، أي مشكلة بتصير علينا، مفروض نحن نكون صبورين ونتذكر صبر أم المصائب السيدة زينب عليها السلام. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا أم المصائب يا زينب، ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. بين جرح وجريح وظمي وذبيح، بين جرح وجريح وظمي وذبيح، تروي للفلات الريح والرمل يقول، تروي للفلات الريح والرمل يقول. بين جرح وجريح وظمي وذبيح، بين جرح وجريح وظمي وذبيح، تروي للفلات الريح والرمل يقول، تروي للفلات الريح والرمل يقول.
زينب طهر السماء غيمات فيها الرجاء، زينب طهر السماء غيمات فيها الرجاء، اسمها في كربلاء ساكب وطول، زينب طهر السماء غيمات فيها الرجاء، زينب طهر السماء غيمات فيها الرجاء، اسمها في كربلاء ساكب هطول، اسمها في كربلاء ساكب هطول، زينب بنت البتول نورها نور الرسول، زينب بنت البتول نورها نور الرسول، والمدى ليل يزول ما اهتدت عقول، والمدى ليل يزول ما اهتدت عقول، بين جرح وجريح وظمي وذبيح، بين جرح وجريح وظمي وذبيح، تروي للفلات الريح والرمل يقول، تروي للفلات الريح والرمل يقول، بين جرح وجريح وظمي وذبيح، بين جرح وجريح وظمي وذبيح، تروي للفلات الريح والرمل يقول، تروي للفلات الريح والرمل يقول.